مفيش أسهل من إني أعفي نفسي من المسؤولية وأقول ماليش دعوة بأي حاجة حصلت. اتفضلي. حضرتك فعلا كنت بعيد عن الموضوع، ما اتدخلتش بشكل مباشر خالص. كانوا بيجيبوا سيرتك قدامي كتير، بس دي اول مره نتقابل اصلا. وهي دي المشكله، انا كنت بعيد. انشغالي بالشركه والبزنس خلاني اسيب كل حاجه في رجاء، ولما اتفتح موضوعك قدامي في الحقيقه ما كنتش حاسم، سبتها هي اللي تتصرف. بس لو وصلني ان حضرتك ما كنتش موافق. ما كنتش واخد موقف محدد. انا زي اي اب بيخاف على ابنه. وانا كنت اقترحت عليهم انهم يدوك قرشين لو كنت طمعانه وتروحي لحالك. انما في الحقيقه موضوع العمليه دي انا ما عرفتوش الا من دول. معقول؟ خبوا عليك السنين دي كلها؟ لا أنا سألت ولا هم جاوبوا. هم قالوا لي خلاص الموضوع انتهى وحازم اتجوز سوزان. صفحة وانطوت، نقطة ومن أول السطر. لو كنت تعرف كنت هتوافق؟ مستحيل. حتى لو كنت رافض لا يمكن أقبل ارتكاب جريمة بشعة بالشكل ده. ده اعتراف خطير إنها جريمة. ولما عرفت عذرتك في كل اللي عملتيه، ولو كنت مكانك كان ممكن اتصرف نفس التصرفات ويمكن اكتر. صحيح انا راجل مسالم، لكن اهتمامي بالبزنس خلاني ادخل في صراعات كبيره، وفهمت ان كل تصرف له ثمن لازم يندفع، يا اما في ساعتها يا اما بعدين. حضرتك عايز تقول لي يعني وقفي؟ كفايه لغايه كده؟ ومستعد لتقديم التوضيح بالنسبه، بس اسمحك تديني الفرصه عشان اصلح اللي سبته يبوظ. ده كلام كبير من راجل في مقام ومركز حضرتك. صدقيني يا بنتي، ده وهم احنا بنصنعه وبنصدقه، لكن في النهايه كله بيتساوى. الوزير زي الغفير ومحدش بياخد معاه حاجة، ومحدش بيسيب غير السيرة الطيبة. عندك حق. أنا حققت نجاح كبير أوي في فترة بسيطة، محدش قدر يحققه، بس للأسف شفت النجاح ده وهو بينهار قدام عينيا. شركاء أجانب بينسحبوا، اتفاقيات بتتلغي، مشاريع بتبوظ، مواد بناء ما بتجيش في ميعادها، لحد ما سمعت برجوعك. وفي الحقيقة ما كنتش متفائل. كنت متخيل إني جاي أوقع الشركة زيادة، مش كده؟ لا مش للدرجة دي. مفيش حد بيرمي فلوسه في الهواء مهما كان غني. أنا كنت براقب الأرقام يوم بيوم، كنت شايف إنك أنت العيصة، ما أنتش عارفة تتصرف. ما فيهاش حاجة ما نخسر في الأول عشان نكسب بعدين؟ لا، المسألة مش بالسهولة دي، دي محتاجة تدخل جراحي. مش فاهم. الحكاية مش فلوسه بس، دي علم وإدارة وخبرة. هما دول الشيء الوحيد اللي ممكن ينقذ شركة ودار. ودول عند حضرتك طبعا، مش كده؟ اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.